ذليلين الهوى والله كلك صراخ صلوا سلام شوف ذا يتقهوى عندي رباط واحد بلاك وصلنا بار نز مين هذا الفارس اصحل السلام عليكم مساكم الله بالخير يلا نحييهم صباح الخير صباح الخير يلا نحييهم مرحبا ومسهلا ارحب الله يبقيك يا مرحبا نفلق والله انه فجاه كذا قلت خلني اسوي انتظر الجدول العالمي الجدول العالمي ايش بتسوي في الجدول العالمي؟ اسوي امتطي ظهر الفرس ها آه يا رسام هذا ايش بتسوي؟ على ظهورها يا رجال لا خليه يقول امتطي ظهر امتطي فرس انا حي والله عيني انا مشوش من بعد مشوش مشوش ايش دقيقه يا لا دقيقه انا اطالك يا عذلين الهوى ما يفيد الكلام خلاص صبح قرب مربط النعامه منا اين الخيل ما شاء الله تبارك الله طبعا قبلنا نحن نطلع في الخيل طلع صباح الخير خلوكم معنا لا تنسون اللايك وش اسمه ذاك سكبرايت ايش 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 وإضافة لايك وشير سبسكرايب إيك لايك واشتراك ايش الكلام ايش قصدك ايش قصدك اطلبك بحق في مكاني ايوه يا اخي عندكم كلب اشغلني خلاص ايش اقول لهم اللايك والسبسكرايب لايك والسبسكرايب اعطيك ايش ترفعني يا ود انك الروس ما يحتاج يا ول الحصان ما عليه خلاص سلام سلام حي والله عينك يا حسين عن غازي عليها ورد القوم اي والله عندك اعتراض لا بالله ما عندي اوه نوم عيني ما انا بقوم لا بنروح بس انت ماشي انا ارجع ابو زيد مطعم ابو زيد لا لا يا رجل هاي عينك يا ابو جاد مساعدك خير الله عادي ماني متوتر ها لا ماني متوتر من يقوله ما احد قال ايوه ابد الوضع تمام عندي رباط ايوه متى جاء الرباط اول مره تسمع ايش الرباط اللي جاء كذا فجاه عندي رباط زموني طيب قولها واختصر والله نشلك لا هذه فيها رباط هذه فيها رباط لا دي بس فيها رباط تريزين هذه عليها قص اللوك زناه العلي ادون سرج يا رجال ما يحتمل اي شيء نوم عيني شوف شو التلويحه نوم عيني يا ولد يا ولد ايش الحركات دي؟ ما يظهر الابداعات الا باخر شيء في اخر شيء اخر من عطفات اصبر 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 صالح يطلع لك صالح اصبر واحنا لا ما عليك ماسك حطنا اللي قريب من القاع لا 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 ماسك هذا اللواح اسره لا ما عليك تعال واحد اثنين وقف عندي رباط واحد اثنين بعيد العناصر يكون انت يا فتى طب تحكمني من اي القوه من الخيال الثالث ذاك الرابع هذا علي الاسلوب هذاك يا طويل العمر لا تذبحه انتبه لا تذبحه هذا عندك يا طويل العمر بنشله معنا راعي عامر ايش عندك ايش كومك ما مشى ما مشى انه والله داري ان اللي فوقه ماشي بلا والله قل له طيب قل امش اخر من طريقي طلع على التشري النوت خلوكم معنا يلا يا ابو جابر يلا ابو ناجي ما شاء الله تبارك الله يا بنا انت وين سيفك وين سيفك يا رجل قدام ايش قولها ما يمشي تكفى امش 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 قدام هناك بحي العيال خلوه يمشي عيب يمشي نفت ابوك سر عامر من انت يا هذا عامر ساده يا رجل اغترب مني لأخبرك بسالفة لقد جاك ما جاني جزاك الله خير يا ما شاء الله اسعد اللحظات من الشباب يجون يزورون شكرا يا مشرف عفوا لك يا حبيب قلبي انت الجو يا حبيب يلا هيا بنا Good morning Najran يا ولد مين هذا الفارس؟ اصحل يا مرحبا الفانزات الفانزات تدري اللي انت راكبه انه عسيف ما له الاسبوع لا 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 سي فضحنت له الله يهديه كيف تخليه يمشي؟
امشي كلكم على عربية انا زيكم وانا من القاع وانا اطول من ايش الله لا يسامح عين نوم عين يا ابو جابر عندني يوم ركبك الفرس الحارة اللي عندي لاني واثق ما اللي فوقها انت السعد يعني والله ما عاد منك بارك الله طب انا ارد الشان رد الشان لا اقول لك صبح صبح خلنا نفطر نعين خير نعين خير عندكم تحت فنان احنا جوا اشهد لله ما شاء الله هو يشوف نجران هو يشوف نجران راكب انجليزي قلت لك اعلمك الطلعه من زمان لكن ما انت تسمع الكلام والله ابرك من الصبر وربك انا اقول لك هيا وانت لا معي مصمم على طول يا اخوي كيف ابو جابر والله تمام تبغى قهوه ذا الحين اجي لك اقول لنا نشرب لنا قهوه ولا نشرب لنا عصير ولا ما ورانا غزو ورانا مور لازم انت قهوه قبلها ويزبط المخ لا اذا سدينا اشهد بيننا بدين محاولات سداد والله يسد الشان ان شاء الله بيني وبينك الفرسان اللي معنا ابى اصل يا والله ابرك لنا صح واحد ما يعرف وش ما عليه ما خلنا نسد احسننا والله والله بناكلها انا بناكلها والله العظيم يا مرحبا هلا وغلا حسين لو قدام الغزوه انتصرنا وخلاص ايش الحركات اللي تسويها قدامهم رون المواهب المواهب يضيع عمرك اذا خلصنا ايوه يجيب الحلاق بيه ايوه اخلص علينا ايش الحركه يا حسين حسين ارفع رجل منا جميل رجل الله عليك نوم لا ما شكومها ايوه خلاص تعدى لي لا يا اخوي شكومي ذا ايوه ما عليه عدري عد للخيل شوي جميل وبعدين يستقيم عليه نوم عيني هذا سر الفوز ياخذ رمحه ملا اقبل على الجوف اوه نوم عيني كذا يلا انطعنهم ايه يضرب وحنا واقفين وانت واقف على الخيل يا مرحبا يلا حيه يا طويل العمر اركب الخيل وعمري 7 سنوات عمري 3 سنوات ماسك لها رمحة نفتح بس خلنا نروح الغزة هنا انت السعد ربع نحن نغزي بار نز حلو الشباب حلو سعد حلو والله بسعد نبغى ننهب اللي عندهم قهوة ناخذ القهوة ايوه وناخذ الماء كوفي نعم وش الكوفي؟ بلاك كوفي وش كم قدكم يا المرة تشربون بلاك؟ بلاك كوفي على الخير من متى؟ هذا خبركم بالدلال لبن قصدك حليب يعني ايه حليب كله انا سره كذا كيو كذا يا محمد سوي سباق مر عليه هذا الرجال داخل علينا يبا انا ننقله اهي شكرا لك ما شاء الله تبارك الله وصلنا الى طريق الملك سعود يلا ما ادري شو مسوي امورك طيبه مع المهر حي والله ذا الصوت غزيتكم الا على الماء ونعم بين الله ونعم من بارنس قهوة يبغون القهوة والله لو سمحت لا تتحرش بالفرس حقتي امسك تعدى لا تتعدى بالاحترام احترم المسار حقك جميل هو هاب والله ما يفهمون الغزوات هذه لا, لا 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 لو سمحت حصانك لا يتحرش في الفرس حقتي تعدني الله حم والدي بشركم وصلنا بارنز وصلنا وجهتنا وطلبنا كافي بلاك هنا رسام بيطلب لنا عشان الحصان اللي معه كويس رسام ايش طلبها انت يا رسام واحد بلاك نوم عيني يا صالح الشاهي هنا معك ما معنى لازم تشرب قهوه اليوم لازم غير اليوم قبل الغزوه ندور لك محل شاي بالطريق وقف ما يشرب وقف هذا ما يشرب لا ما يشرب شكرا كيف نسوق وكيف نصور وقف صالح خذ انت القهوه يا ولد يعني يا ابو ناجي ما خلي انت في خاطره ما شاء الله محمد 10 ريال حق ركوب 10 ريال احلام العصر احلام العصر شوف ذا يتقهوى يا ولد هذه ما تصير والله انا لو معك قبره يبغى قهوه ابشر بعدين تطلب لنفسك تسحب علينا تشوف والله خلاص احسن ما في خوف هو ابغى قهوه شوف
قفل علينا يا ولد شيء يا تصورة هنا الله يبقيك طول عمرك ماجور أبشرك من العصر توكلنا يا مرحبا ارحب شرفتونا يا شباب احلام العصر ولا احلام الصباح يا مرحبا بكم قولوا لهم لا تنسون اللايك والاشتراك يا مرحبا بكم حياكم الله تستاهلون الطيب جن طول عمرك الله يطول عمرك الله يغانيك بعد تورط رسام طلب القهوه تورط بالعافيه جعل مع العافيه روقان الله الروقان هلين هلا فانزات هلين وسهلين بنزينك خلص عب نفتك عب احمر شوف يوم نجحنا شوف التصفيق ايش عادك تسوى والله عليك زوج يعني ما عدمكم والله تشرفنا فيكم نوم عيني هذا المقطع لو تشوفونه لكم مقطع فخم يشكر عليه القبيل كفو كالطين في غزونا طلع هذا اخبش واحد طلع فارسنا والله انه كفو من القوم 40 قطو يعجبني يا اخونا على المشيه من يوم طلعنا شوف كذا في حده شوف كذا فاحم هو خذيها نسر المهنه حقت بارنز اي فن يا بارنز شكرا احنا جينا نبغى نغزي يوم جينا فاستقبلنا واكرمنا وبيض الله وجهه واشهد بيض الله وجهه هنا سر المهنه باذن الله نفتح فرع وين نفتح فرع ونشل الوكاله احنا هذا المجموع جميل انت قاسمها شوف انا لي 25% ايش لك نص لك تستاهل نوم عيني هذاك نعطي 1% لانه ما منه هذاك نعطي 1% اوه صح صوتك ابو جابر من بلاد البلاد ما وقفوها جوازات ابو جابر ابغى يا عادي يا عادرين يا عادلين الهوى ما يزيد الكلام مسكين ما انقد بلي بالغرام بالحفظ جنه وبالبدن ويا مسكين مسكين غانيك نفداك عاد كثر الله في طاعته جاني بدو حسين تكفى شلنا قصيدة على البيداء وسيف صارب حده يقص الحيد لا وقعها وشد من سيل الشعاب العارم اللي لما مر البلاد اخلعها هجوم عيني ما يزيد الكلام ماسكيني رب الحب جنة والبدن راجعين للاسطبل بعد رحلة جميلة واجهك ان شاء الله وصلنا للاسطبل نادي مشنا مسموح يا جماعة الخير اسوق للنادي حقي فرف بالله ثايبة في نادي انطلاقة مشرف يا مرحبا ومسهلا شفتوا حتى الخيل تقول يا مرحبا ومسهلا على العز على العز وحدة حي والله شوك والله جاك مقطع الجفاف حي عينك حشرتوني نوم عيني لكم على اليوم الجميل عفوا والله شكرا وجهك ابيض والله انتم اللي بيض الله وجيهكم يعلم الله انها محسوبه لك عندنا طول عمرك تدري ايش اللي يسعدني جيتكم فمرحبا بك العفو ما قلتكم تبون غزو ولا شيء بشرب ساعتكم قولوا لي اجهزكم الخير دانكن الفكره الجايه دانكن طبعا في حاجه يا جماعه تفهم اليوم بدا المقطع لين انتهى العصبه موجوده لبيك انك تتروش دقيقه غسل زين يا اخو ما بكذا خليني اضبطها لك شلون اللايك والاشتراك طيب
يرضيكم ولدكم بزيك يسوي كذا؟ يرضيكم بزيكم؟ يوم جميل بوجود الشعب. ما خبرتني وغدت عز الله انه جميل. بنزل اسلم والله انه جميل. اللي جملها والله انه انت الجميل. اشكرك. طول عمرك. يعلم الله انك اسعدتنا. انت حلاوه ترفلك. يعلم الله اني ما بعد استمتعت مثل اليوم. جدا بعد ما روشت سعود لا نعوضه بالفطور. طبعا شباب سبقونا في الفندق بعض الزمابه مشراق عندنا والفندق ذا على طول الباب ساكنين هنا الفطور عشان يرو ايش لا لا عادي شفت سلامات يا شيخ. انا جايب الفطور بعد ما روشيت كذا حسيت يا اخي بتعني الضمير. لا يا رجال انا اخيك وتمون على راسي. وش طول عمرك. لا لا يهني والله العافيه يا اخوي. يا اخوي لا تكلم قدام الكاميرا. ايش كثرت يا اخوي فطور بسيط هذا قبل الغزو شكلنا بنغزي ورا بكره بتنزلنا كذا يا رجال. ايش مش شايف فلوقات كذا لازم تطلع طبيعي.